سمعنا في الآونة الأخيرة عن اختراقات عبر الأجهزة الإلكترونية. كان لبعض الشركات نصيب من تلك الاختراقات، مما جعلنا نفكر فعليا في أهمية حماية هذه الشركات من عمليات القرصنة والاختراق. كشفت دراسة عدها معهد بونيمون عام 2014 حول بعض الشركات والخصوصية، ليجدوا أن 34% من عدد الشركات والمشروعات التجارية تستخدم طرق التشفير لحماية اتصالاتها. سنتعرف اليوم على أهمية حماية المعلومات الموجودة في الشركات وكيف نقلل من فرص تعرضها لقرصنة والاختراقات. معنا خبير أمن المعلومات الأستاذ رائد سمور. صباح الخير لك أستاذ رائد. صباح الورد، يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذي، إلى أي مدى نحن بحاجة الآن إلى حماية المعلومات وبأي مستوى؟ المعلومة قد تشكل رأس مال، والمعلومة قد تشكل حياة، تهديد لحياة. فعمليا المعلومات الآن، المعلومات الرقمية معلومات هامة جدا، لا يجب أن يستهان فيها، ولا يجب أنه عدم حمايتها بطريقة عادية، وإنما لابد والانتباه إلى طرق حماية خاصة للمعلومات بدرجات متفاوتة حسب أهمية المعلومات وحسب أهمية أو قطاع العمل اللي هذه المعلومة بتكون من سياقه. فعمليا نعم، المعلومات الآن كلياتها موجودة رقميا، متوفرة على أجهزة رقمية. مسؤولية الحماية تتبع الشركات، تتبع الأشخاص، تتبع رؤوس الأموال، أصحاب رؤوس الأموال. فمن هذا الجانب لا يجب أن يعني نبخس، ولا يجب أن نستهين في منظومة الأمن والأمان الرقمي داخل أي بيئة من بيئات، إن كان بيئة شخصية وإن كان على مستوى بيئة الأعمال. نعم، يعني عندما نتحدث عن أهمية هذا الموضوع حتى على مستوى العالم، نتحدث عن شركات يعني تقريبا منذ 2018 نتحدث عن كبرى الشركات تتعرض للاختراقات، فبديهيا الكثير من الأفراد سيقولوا يعني إذا هذه الشركات تعرضت للاختراق فما هي فرصة الشركات الصغيرة وحتى الأفراد بالحماية؟ سيدتي، دول تتعرض للاختراق. أمريكا 9 أشهر وهي تحت تهديد الاختراق، وأعتقد أنه ما زال هناك بعض جيوب لهذا الاختراق. الاختراق لا يمكن أن يتوقف، ومحاولات الاختراق لا يمكن أن تتوقف. لكن حسب أهمية المعلومة التي أسعى أنا إليها كمخترق، وين موجودة وكيف. فعمليا أنا قطاع الأعمال مثلا، إذا بدنا نروح نحو بيئة آمنة رقمية في قطاع الأعمال، علينا أن في هناك ثلاث شروط مهمة، أو ثلاث يعني محاور مهمة. المحور الأول محور الهاردوير، الأجهزة اللي أنا بستخدمها داخل، إن كان في الشركة أو في بيت على مستوى شخصي. 2، البرمجيات، برمجيات اللي هي أنظمة التشغيل، زائد البرامج المساعدة اللي بتنزل على هذه الأجهزة. هل يا ترى هذه البرامج مرخصة حسب الأصول، أم هي برامج مهكرة، برامج مقرصنة، وإحنا بنيجي وبننزلها وبنقول ماشي ويلا وامشي. فعمليا هذه المسألة لابد من النظر إلها بعمق. 3، عملية اللي هي برمجيات أجهزة الحماية، الهاردوير اللي المفروض تكون هاردوير والسوفتوير المفروض تكون، إن كان على مستوى شخصي ممكن أجيب أنا سوفتوير، وإن كان على مستوى أعمال وشركات لابد من تواجد الجهتين، سوفتوير زائد هاردوير. الجهة الثالثة أو الرابعة اللي بدي أحكي عنها اللي هي الفاير وول البشري، الإنسان الذي يتعامل مع هذه المعلومات المحفوظة على هذه الأجهزة. كيف تكون مهارة هذا الشخص؟ هل نجيب أي شخص نسترخص من جيب أي حد ما عنده معلومات؟ هل يا ترى منخليه على ذات المعلومات اللي أجا فيها من أول ما توظف عنا، ولا منعمل؟ لأنه عملية مسألة الاختراق في كل ثانية في هناك جديد، في كل لحظة في جديد فيها. فإذا جبناه بنفس المعلومات وخليناه على ذات الخلفية الرقمية اللي هو أجا فيها وتوظف عنا فيها، فإحنا على يعني بشكل عام من خاطر بمنظومة الأمن والأمان اللي موجودة داخل نطاق الشركة أو على مستوى شخصي.
يعني برأيك يعني انه يجب ان يتزامن مع موضوع يعني الأجهزة او الهاردوير والسوفتوير، انه حتى ما في نظام الموارد البشرية واستغلال الطاقات الإنسانية في هذا الموضوع؟ يعني اذا احنا بنتحدث عن اذا بنتحدث يعني عن دول العالم ايضا، عم تحكي لي انه ممكن تكون برامج ايضا محدثة وتحتاج الى تحديث، برأيك يعني حتى موضوع الأمن السيبراني والتطور على مجال السوفتويرز، هل هناك منافسة من نوع ما؟ هل الاختراقات ممكن ان تفيد جهات معينة؟ هل هي الأمن الذي يعني أيضا نطوره، هل وصلنا إلى مستوى أن نكون موازية للتطور على الجهة الأخرى، الاختراق من ناحية المبدأ؟ ستي، الاختراق يعني شركات كبرى تقوم عليه، وفي أشخاص طامحين وطامعين بيقوموا عليه، وفي دول زي ما أنا تحدثت في البداية، لأنه الحرب العالمية رقميا قائمة الآن خلف الشاشات، إحنا ما بنشوفها صحيح، لكن إحنا بنشوف آثارها الآن عمليا. إذا أنا بدي أجي أقول والله شركات اللي بتشتغل بالأنتي فيروس مثلا، هل هي شركات التي تنتج الفيروس؟ أنا بشك في هذا الأمر. نعم أنا أشك في ذلك، لأنه على مستوى منظومة الحماية في 5-6 شركات على مستوى العالم هي تتنافس فيما بينها، مين بيخرج من السوق قبل مين، مين بيتفوق على مين، مين بياخذ ثقة السوق العالمي أكثر. فنعم هذا سباق محموم في هذا الشأن، وأنا أعتقد أنه غير بريء على الإطلاق، لأنه حتى هذه البرمجيات اللي إحنا بننزلها على الأجهزة إن كان على مستوى شخصي أو على مستوى الأعمال، هي برمجيات بتدقق المعلومة وهي فايتة، وبتدقق المعلومة وهي خارجة. ألا يستطيع، وطبعا في شروط لاستخدامها، وشروط الاستخدام مثلها مثل شروط استخدام بقية البرمجيات اللي في الدنيا. هذه شروط تمنح هذه الشركات الدخول والولوج إلى المعلومات. ألا تستطيع هذه الشركات الحصول على نسخة من هذه المعلومات وتشتغل على موضوع البيك داتا، أو تشتغل على موضوع المايننج داتا ومسائل من النوع؟ نعم أنا أشك في هذا الأمر بشكل مطلق، أن هناك في شيء دائما يعني بيعطيني الخدمة مثلا ب10 دولار أو ب20 دولار، قديش هو مستفيد مقابل هذه الخدمة اللي هو بيعطيني إياها، وقديش أنا مستفيد؟ يعني نسبة الفائدة عندي أنا قد تكون قليلة جدا، ولكن بالنسبة له الفائدة عظيمة جدا. نعم يعني من وحي وقد تصل إلى مستوى أسرار يعني. نعم صحيح. يعني أريد أن أتحدث يمكن عن هذا الموضوع محليا، إلى أين وصلنا في هذا الموضوع، ولكن بداية من وحي كورونا يمكن فيروس صغير غير العالم، إلى أي مدى نحن مهددين أيضا أن يكون هناك فيروس إلكتروني، وهل سيكون له أيضا أنتي فيروس بنفس الطريقة؟ الحرب التي ذكرتها، هل نحن وصلنا في هذا السباق لمرحلة قادرين على حماية الأساسيات؟ يعني تخيل فيروس من هذا النوع ماذا سيفعل بأمن المعلومات؟ إلى أي مدى سيكون خطير أيضا؟ سيدتي، إحنا الآن بنواجه في معضلة على قطاع الأعمال، اللي هي موضوع الفيروس الفدية، الرانسموير. الرانسموير يعني قاعد بيشفر معلومات الشركات بطريقة رهيبة جدا، وعم بيدخل وما خلى حد في العالم. مش بس إحنا هلا إذا بدنا نحكي على مستوى محلي، الفضاء السيبراني أو الفضاء الإلكتروني أو الفضاء الرقمي لا حدود جغرافية له، هذا مهم جدا، لأنه إحنا نتعامل من خلال هذا الفضاء مع العالم كلياته، فما في حدود نوقف والله نقول له تعال يا فيروس نعطيك فيزا، لا ما بيزبط. ففي هذا الفيروس عم يتناقل عبر البريد الإلكتروني، عبر برمجيات معينة، عبر آليات خاصة. هذه الفيروسات انتقالها خطير جدا. الرانسموير تقوم بتشفير المعلومات اللي موجودة على سيرفرات تلك الشركات، ويقوم باستهداف شركات كبرى، ويقوم باستهداف بنوك ومؤسسات اقتصادية، ويقوم بتشفير هذه المعلومات، ومن ثم يطلب الفدية مقابل إعطاء الرموز أو إعطاء العلاج اللازم لفك هذا التشفير. ومن هون أنا شددت على موضوع اللي هو الفاير وول البشري، يعني الإنسان الذي يقوم على، أنا جبت له أحسن أجهزة في العالم وجبت له أحسن برامج في العالم، لكن هو لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الأجهزة ومع هذه البرمجيات، بالتالي يعني الخسارة حاصلة. فلا بد من الاستثمار أيضا بالأشخاص اللي موجودين القائمين على العمليات الرقمية داخل هذه الشركات بشكل جيد جدا، ويعني للوصول إلى مرحلة الفاير وول البشري، الجدار الناري
البشري الذي يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه الأزمات بصورة سريعة وبصورة يعني، لأنه الحادث الرقمي أو الاختراق يحتاج إلى سرعة بديهة ويحتاج إلى سرعة تدخل، وهو لا بد من التفريق. نعم طبعا، ولا بد هون من التفريق بين شيئين، ما بين يعني جماعة الاي تي أو خريجي الاي تي أو اللي بيشتغلوا اي تي، وما بين خبراء أمن المعلومات. هنا هذه يعني هذا تخصص وهذا تخصص، لكن معظم الشركات بتجيب يعني الاي تي وبتشتغل وبتعتمد فقط على منظومه الاي تي، ولا تعتمد على وجود خبير مثلا او وجود شيء بهاي المنظومه الاقتصاديه اسمه يعني فعليا. استاذ رائد، هذا ما اردت فعليا ان اغوص فيه اكثر، موضوع الامن السيبراني تحديدا والثقافه المجتمعيه، يعني حتى في اقبال الكثير من الشباب على دراسه هذا النوع من يعني تكنولوجيا المعلومات، اذا صح التعبير، يعني اني احطها ضمن نطاق معين من التكنولوجيا. الى اي مدى فعليا نحن وصلنا الى مرحله هناك اقبال وهناك وعي لاهميه الامن السيبراني واهميه حمايه المعلومات، وحتى اذا مفهومها واضح بالنسبه للناس بشكل كبير؟ والله شوفي، انا يعني اللي بهذا المجال سنوات طوال، بالاونه الاخيره يعني خلينا من 3 سنوات وجاي، من 2017 لل 2021 4 سنوات، انا اعتقد انه هناك اصبح في نوع من الوعي لدى المؤسسات التعليميه في البدايه اللي هي على مستوى الجامعات بضروره وجود تخصص امن المعلومات داخل نطاق هذه الجامعات. لكن المشكله هون القائمه بهذه المسألة، أنه من يقوم على تدريس أمن المعلومات هو خريجي الاي تي، وهنا يصبح في عملية يعني خلينا نسميها العملية التعليمية بتصبح غير مجدية أو غير متوازنة بين ما يطرح عالميا وبين ما يدرس على مقاعد الدراسة للطلاب. يعني أنا كنت في جدال أنا وأحد الدكاترة بدرجة البروفيسور، وقلت له موضوع المناهج التعليمية اللي احنا بنعلمها بالجامعات مناهج ثابتة غير متحركة، بينما موضوع أمن المعلومات موضوع متحرك في كل لحظة في شيء جديد. قال لي والله يا أستاذ رائد، أنا درست في إحدى الجامعات على نفس السلايدات قبل 16 سنة، درست ذات السلايدات بعد 16 سنة، يعني رجعت لجامعتي اللي أنا تخرجت منها ودرست وأجبروني على ذات السلايدات اللي أنا درستهم قبل 16 سنة. فعمليا أي جيل سوف يخرج يتخرج يقوم على موضوع أمن المعلومات، نعم هو موضوع مهم جدا، وأنا أدعو كل ولي أمر إلى توجيه ابنه نحو دراسة، لأنه هذا العلم المستقبلي، هذا العلم الذي تقوم عليه بكرة في إنترنت أشياء وفي مسائل يعني من كل الواضح يوم في شيء جديد. صحيح، من الواضح أستاذ رائد أنه هناك تفاصيل كثيرة تحت هذا الموضوع، للأسف لم يبقى معي الكثير من الوقت. شكرا لك خبير أمن المعلومات رائد سمور، نورت صباح الخير.